السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معي توزيعة غريبة، غريبة اني ما اكتشفتها من قبل. يعني توزيعة مبنية على ديبيان، طبعا توزيعة اسمها سولوس او اس، مبنية على ديبيان. حاليا الى الان ما شفت بعيب، اصلا ما استخدمتها كثير، فخلونا نفتح نشوف. طبعا استخدم عن طريق الفيرتشوال بوكس. طبعا ليش فتحتها بالطريقة هذه؟ لان ودي اشوف من اول ما تشتغل لحد ما تنتهي، نشوفها مع بعض. مثل ما انتم شايفين توزيعه نواته 3.00، معناته حلوة بالنسبة لي. ما حبيت التوزيعات الأخيرة أو الأنوية الأخيرة بسبب أنه عندي مشكلة بالصوت. لما أركب توزيعة 3.3 أو نواة 3.3 ما يضبط الموضوع. الجميل بالتوزيعة هذا الجرافيكس، يعني الجرافيكس والسرعة. يعني لاحظ من أول ما تبدأ أنت تلاحظ أنه في جرافيكس عالي بالتوزيعة. ما في ذيك الثيمات الكثيرة، بس في خلفيات كثيرة موجودة. طبعا احنا فقدنا شيء معين بالتوزيعة هذه، ما ادري شلون افتحه. اول ما تفتح التوزيعة، اول ما تحمله، يجيك اللي هو نافذة الاعدادات السريعة، يعني شلون تحدد استخدام التوزيعة. بيني وبينكم ما شفته، يعني سكرته وبعدين ركبت الفيرتشوال بوكس اديشنز، ما ادري وش هذا، وراحت. لكن اللي يشوفه يعني يعطينا خبر انا، لاني ما نظرته. فخلونا نشوف. طبعا تستخدم جنوم 2، ما هذا معناته انه افضل من اي توزيع تستخدم جنوم 3. تمام، هذا اسم المستخدم، كلمة المرور خطأ. ما ادري ليش ما حطوا صوت معين للتوزيع اول ما تشتغل يطلع صوت، عشان يعني يكمل الموضوع. التوزيع تطلع على الجهاز الرام حقه 512، سرعة الجهاز 1000. تمام، فلازم تصير بطيئة شوي، حتى لو ما هي بطيئة، هي زينة الحين، بس انه يعني مقارنة ببعض المواصفات تعتبر المواصفات هذه ما هي زينة. هذا سطح المكتب عندنا. خلونا اول شيء ندخل على الخلفيات والثيمات على السريع، نشوف وش اللي جاي مع التوزيعة. طبعا مثل ما انتم شايفين جنوم 2 ما يحتاج اشرح جنوم 2. لاحظت شغلة، ان اول ما افتح الخلفيات ما تفتح معي. تمام، لازم تفتح اول مره تسكر، تفتح مره ثانيه، بعدين تفتح معك اللي عشان تطلع خلفيات. في خلفيات كثيره جايه وكلها يعني مميز شكلها، يعني جرافيكس عالي. اللي سوى التوزيع تعبان على التصاميم هذه. يعني خلونا نختار شيء معين. صراحه ما اقدر اختار، كله يعني شكله بختار هذه حلوه. تمام، الثيمات اللي جاي مع هذا الثيم افضله انا. في ثيم فيكتوري، هذا طبعا يفرق بالايقونات بس. تمام، طبعا الايقونات تقدر تغير، وهذا يجي مع ايقونات جنوم. تمام، بعض فاينز، عفوا فاينز مو بالجنوم. طبعا انا راح استخدم الثيم هذا، جيزل لي. خلينا نشوف وش جاي معه من برامج الحين بعد ما شفنا. طبعا الكومبز ما يجي معه افتراضيا، لازم تنزل الكومبز اذا انت تبي تاثيرات الكومبز. مثل ما انتم شايفين القائمه هذه شبيهه بقائمه الويندوز، هذا معناته ان اللي جاي من الويندوز راح يستخدم هذه بسهوله. عندنا بلايسز اللي هي الاماكن، طبعا كلها مشتاق لك. عندك اكسسوارز اللي هي الاشياء اللي جايه مع الاضافات. ارشيف مانجر، حاسبه، ملف نص اللي هو جي اديت، طبعا شيء مهم. جاي مع روت تيرمينال، وجاي مع تيرمينال عاديه، كلهم نفس الشيء ما عدا هذه تفتح بصلاحيات روت. وجاي مع برنامج لاخذ خلفيه سطح المكتب. الالعاب طبعا جاي مع بلاي ان لينكس، وهذا شيء حلو للي بيستخدم بعض الالعاب الخاصه بالويندوز. مو كلها تشتغل، لكن بعضها تشتغل. طبعا جاي مع الواين كامل، وجرافيكس جاي مع جنو بينت، ما ادري هل هو لا هذا مو هذا الجيمب، وهذا عرض الصور، وهذا الاسكانر. انترنت، دروب بوكس، شيء جميل انه جاي مع دروب بوكس لان استخدم دروب بوكس دايم. فايرفوكس جاي مع موزيلا ثندر بيرد، طبعا راح احذفه، بالنسبه لي راح احذفه واستخدم ايفوليوشن او كلاوز ميل، ما حبيت هذا. في عندك البيجن طبعا برنامج ماسنجر، وفي عندك الاكس جات ايريك اللي هو غرف محادثات ما استخدمته من قبل. اوفيس جاي مع الليبرا اوفيس. تمام، جاي مع بيس، كالكوليتر، دراو، امبرس، رايتر. ايضا نروح نشوف الساوند وش جاي معه. جاي بارسيرو، خاص بالحرق الاقراص. جاي مع تشيز الكاميرا، جنوم بلاير، هذا ما ادري وش هو، اعتقد انه اليوتيوب. برضو هذا مشغل مقاطع فيديو. اوبن شوت تحليل فيديو. بولس اوديو، هذا ممكن تتحكم بالصوت من هنا.
برضو هذا التحكم بالصوت، برضو كلها تبع ادوات بلس اوديو، هذا الريذم اللي هو مشغل موسيقى، وعندك هذا اللي مسجل صوت، وهذا الفي ال سي جاي. بالنسبه لادوات النظام جاي معه الكونفيجريشن اديتور، طبعا هذا مستخدمه المتقدم بالتعديل، او ممكن شخص معين يبحث عن بعض الاعدادات بحيث انه يقدر يعدل بعض الاشياء من هنا. طبعا هذا شيء ممتاز للتعديل، اشياء كثيره ممكن تسوي من هنا بسرعه، ايضا اشياء حساسه تسويها تفيدك. هذا النسخ الاحتياطي طبعا، متابعه القرص الصلب، هذا تسجيل قرص الصلب والاجزاء الثانيه مو بس الاقراص. هذا اللوج فايل اللي هو اي شيء يصير بالنظام موجود هنا، دخول جديد ما في شيء ثاني. طبعا هذا الواين. بالنسبه للبرامج ادخل على كنترول سنتر، طبعا راح تشوف اشياء اللي تركيب البرامج، هذا البرامج الى اخره. فعندك about me، هذا شيء انت تكتبه عن نفسك، شيء يعني زي ما تقول كارد. فلاش بلاير ممكن تحدثه من هنا، الكيبورد ممكن تركب من هالاشياء، preferred applications، وهذا شيء مباشره اعدله انا، يعدلونه كثير من الناس، اللي هو المتصفح مثلا الافتراضي. طبعا راح تختار فايرفوكس اذا كنت تحب الفايرفوكس، او تخليه على ما هو عليه قبل. بالنسبه للميل ريدر انا اكيد راح احذف الثندر بيرد واحط بداله كلاوز ميل. فالفائده منه انه ممكن لما تضغط على رابط معين يصير بدل ما يفتح المتصفح الافتراضي يفتح لك هذا. ونروح للكنترول سنتر مره ثانيه، اللي هذا وصلناه قبل عن طريق الضغط عليه بزر يمين، ما في شيء جديد. مثل ما انتم شايفين الحين الكومبيز جت من هنا، تبدا تعدل اعدادات الكومبيز اذا حاب تشغل الكومبيز. طبعا اعجبني بالموضوع انه جاي مع امرلد، الامرلد مؤخرا صار ما يركب بسهوله، تمام. اقصد على توزيعات الابونتو، تمام. هذا اللي انا اتكلم عنه ببدايه التوزيع، انه راح علي ولدي وشو. فهذا بالبدايه انت اول ما تشغله راح يطلع لك هذا. خلونا نشوف ايش موجود هنا. فورورد نتورك سيتنجز، عن نفسي ما راح احتاج اعدل الاشياء هذه. نيكست، اذا عندك بعض التعريفات ما تم تعريفه. نيكست، تحديث، يعني هل تبي ابحث عن التحديث كل ساعه، كل يوم، كل اسبوع، او ابدا؟ عن نفسي اذا بستخدمه بخليه ابحث كل يوم. اوتوماتيك انستول، لا، اللي هو طبعا تحميل تلقائي، هل تبي يحمل كل شيء تلقائيا او تحديثات الحمايه او لا شيء؟ عن نفسي لا شيء. الميجر ابجريد اللي هو تحديث يعني كامل للنظام، عن نفسي راح اتركه ديلي. بعد فورورد، هنا يقول لك دونيت، ترى انا كارفين يعني الشغل ذا ما جاء من فراغ. اوكي، دونيت يتبرع. نرجع للكنترول سنتر، طبعا هذه الاعدادات، هذه كل الاعدادات حسب ذوقك، يعني ما اقدر اني انا اقول لك وش تزين. هذا تعديل خلفيه سطح المكتب، عفوا شاشه توقف، النوافذ، بلوتوث، كيبورد، سيستم. اوكي، اضافه تحدث البرامج عن طريق اد ريموف من هنا. طبعا هذه اللي استخدم الفيدرا راح يشوفونه في برنامج مثل هذا. خلنا نبحث عن بعض البرامج، نفترض تور فيل، هل هو موجود ولا لا؟ اعتقد موجود. انا ما ادري على اي توزيع بنيت هذه، هل هي بنيت على توزيع الديبيان المستقره او الغير مستقره؟ حلو، موجود. جيمب، موجود جيمب 2.6 مع نفسك. ايش عندنا بعد ممكن ابحث عنه؟ عن نفسي فايل زيلا مثلا اكيد راح يكون موجود. اوكي، يعني اغلب الاشياء موجوده. كلاوز ميل، طيب عشان انا اقدر هذا الشخص. اوكي، موجود كلاوز ميل. طيب وش بقى من الاعدادات ما سويناها؟ سوفت وير سورسز، هذا ممكن تعدل مصادر البرامج من هنا. تحديثات، هذه او سنابتك باكج مانجر، حلو، موجود مع سنابتك الخاص بداخل البرامج. من هنا البولز اوديو بريفرنسز، لا احد يدخل هنا يخرب شيء، اذا كان الصوت عندك يشتغل لا تدخل. البولز اوديو بالنسبه لي احس انه ما ادري ما يمشي معي تمام. الى هنا تقريبا انتهيت من مراجعه التوزيع. التوزيع بصراحه الى الان عجبتني، راح انقله الى جهاز يعني فيزيائي مو بوهمي، راح استخدمه كم يوم واشوف ممكن استقر على التوزيع هذه، لان الديبيانيه
ولانه موجود كل اللي ابيه لانه ستايلهم وشكلهم عجبا. شكرا متابعتكم وشكرا لاخوي ايمن اللي ارسل لي توزيعه بمجتمع لينكس، خلانا نجربه. لايك وسبسكرايب، مع السلامه.